شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف حضروا الورقة والقلم حلوا فزورات اليوم 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 وبالجائزة الحلوة نهنيكم وبالجائزة الحلوة نهنيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم فزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف سلام عليكم وعليكم السلام عطيني قهوة ها والله وعطيني شاهي ان شاء الله وعطيني طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله وعطينا طحين وشوية بزار عطينا قهوة ها والله وعطينا شاهي ان شاء الله عطينا طحين وشوية بزار روحوا ابوي هناك عند البشكار رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين وخلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا رحنا لو قلنا زين خلانا ونسانا عجب يبقى المشغول في مسافر خانه في مسافر خانه شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات سواق شيخة شيخو شيخو انسان تايبا ماروك هذا ماروك حشي ذبيحة مو عندك مو باغي ابوي سرعي سرعي علامة سرعي ابا سير الكولية حرصوني ماروك هذا تراني يا ود الحلال قاسى ازهب لك الاكل قاسى ازهب لك الاكل سرعي يلا 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 اخوي حمدان مو انا وانت طايف عندك كان شايف خلف طف شويه حال مو تبيني اطوف عندك كان شايف خلف حال قولي لي اعرفش تراك مسرفه اكيد تبغى تقولي لي جيبي لي اغراض تجيبي لي من الدكان ما ابغى شيء من الدكان بيزار ما ابغى شيء من الدكان الحمد لله يوم ما تبغي شيء من الدكان قولي مو باغية يلا أبغاك تصير دكان شايب خلف وتجيب لي العلوم والأخبار مو هناك تستوي ها أبعرف يا ولد حلال علوم وأخبار حلم قولي لي حلم هي قولي مو باغية أخبار أخبار من قضاء أم يوسف يا ولد حلال نساب وأمو وحنا مو يخصنا مو يخصنا يا شيخ مو يخصنا في الناس
هذا ياك هو غير زوجو حنا مو يخص نقولي يا ود حلال ما دام منها اخبار زينه وسار حلو ما نعرفه واذا ما نعرف اليوم ولا باكر لازم يوم من الايام اعرف ما يفوت عني شيء ما يفوت يا شيخو يا شيخو استهدي بالله ما زين على ايش كريم ها زين ما يهجيك شو وحده ما تجيب اطار الناس يا ود حلال انا ما قلت طار الناس زين مالك الله يهديك اقول لك ابغى بس اعرف بوم ناقصني انا ما قلت في حد شيء ولا قلت في حد شيء اقول لك ابغى اعرف بو يستوي هناك بعرف زين اعرف ايش مش باغي تقول مثل ما تقول تعرفي مو الاخبار يعني مو هو باغي يتزوج ام يوسف ولا لا ابا اقول لك ان ما دام هم ما بيتزوجوا نحن ما يخصنا قولي يا ود حلال نحن ما يخصنا شيء لكن انا ام يوسف بعظمت لسانها وعندها الحرمه قالت لي يا قالت لي انها راضيه وتبغى وانت مو علي مو دراش قالت لك وحدها لا اله الا الله تراني قاسه اقول لك وحدها قالت لي بعظمت لسانها والله عجبك ما تصير ابشر شايف خلف اسوي له مفاجاه ها الريوق فايق ما بريوق ما بقى بشاره اقول لك قل هين بيت شاب خلف ورا الدكان تبغى شيء ولا شيء لا بغيت اعرفه بس هو هين هو هنا نعم تبغى شيء ولا شيء احنا ترى مستعدين لا بغيت حد يدلين بيته بس انت جلس هنا هو تبي هو يجي كل يوم هنا هذا دكانه انا اعرف انه عنده دكان لكن ما حد دكانه ولا بيته هذا هو دكانه واذا تبغى شيء تبي بس اقول لك انت تعرفه ولا تسمع عنه بس كيف ما اعرفه هو صديق ابوي من زمان اعوذ بالله اسمين نكني يعرف سلام عفاري سلام من داود أعوذ بالله منه مو تقول؟ أقول أنت كم يوم تجلس عندنا؟ ليه تسأل؟ كيف ما أسألت ترى أبغى أخذ اسمك وعنوانك نكتبه في الدفتر وحال مو تسجلني في الدفتر بعد؟ كيف ما أسجلك في الدفتر؟ هاي ترى قاعدتنا بويجي من الولايات أو أي مكان نكتب له اسمه تو هذا ما مكان الشايب خلف؟ مكان الشايب خلف نعم عيب شايب خلف يوم باقي واحدة بيعرفني أنا ما يخصني ما يخصني يعرفك ما يعرفك ما يخصني أنا حن نعرف إن القاعدة بويجي نكتب له اسمه بغي شيء من؟ ته من ته الدور مو باغي أقول لك بغي شيء ما باغي شيء مو من الله ولا حصابتك كنا عدنا همي هلكتونا ما خليت الواحد يشوف شغلة ساب شغلة ساب شغلة أعوذ بالله منك انزين الاخ نعم انا بنت الحلال قلت حال حمدان يسير عند الشايب خلف ويخبره ويجيب لنا العلوم بنت الحلال انا استحب ان وحده يجيب العلوم من غير ما حد يشير يقول ابوي ما يهمش حمدان رجال عود فاهم ما شاء الله يهديش عسى بنت الحلال عسى حمدان يوم يشير يقول له يكون ما يتعزز علينا ولا يركب راسه انت بس خلي الامر علي انا انا طرشته تراني حمدان سوقي وانا عارفه هيك ذاك عقل ما يهم زين انت تعطري من العطر يا ما يهمني سوى عطر تشير البيت بعد الشداي نوبة ها هذا ابو الغول زين وابو يعطر ابو الغول شي نوبة منه تطايح غاوي تطايح في السوق غاوي هو الحريم كيكي عليه ما زيتي لي الخطر وسير وهاي بنت السودان يلا محلاه خليني تعطي عقب ذبو هو صوت العرب وامو مسماي شي نوبة صوت هي صوت ابوي عصري ان عطر قديد طايح وانا ما عندي خبر تراني ما متفق عصير السوق عاد اختي شيخة ده غالي ده العود الله يسامحش بالخير خالتي شيخة سامحش بالخير بنتي كيف حالش جيتي بنتي فين ما جيت مو نسيتي شي ولا ايش شوف ايش راجعه من وقت لا ما نسيت شيء انا سارة اجيب السمك وشافني عنتر قال لي هين سارة قلت له سارة اجيب سمك قال لي لا تصير انت حرمة خذ الفلوس من عنده سارة اجيب سمك عني زين سيري غسلي المواعين سيري احيدي مغسلات الصحون انت سيري بتشوف المواعين هناك في المطبخ ان شاء الله انت الحلال هذه مسكينة مرة شغل البيت طايح لها على رأسها يا طبيخ ويا غسل وعيانة ويا تنظيف وانا يا بنت الحلال ما ابغى اطرش مكان حتى السوق ما ابغى شيء ما ابغى تصير هناك مرة رجال متروس دكان شايب خلف متروس رجال رايحين وجايين هي فضيحة صدقش لا والله عقب هين ذاك العرب وعندك كيف كبرها اي
المسكين تبغي ذاك يجلس تحتنا مره 24 ساعه ما يسوى تو مقبض شغل. هاي نوبه. وهذه القرضيه ابو معينة في البيت يوم شافت اخوها متزمل وسار عند خاله البلد قالت سارت بيها قبضت فيه. نوبه انا اقول بيت خلوه لا حشوه وش عصرينها بالطوم مسوي علي خلوه. وما تتقيب عتقيب يا بنت خالها نصره تاكر عندش اخوها اي وعنده ما شاء الله ولاد عندها نصره وسيف وسالم وموز الصغيره الله وامهم تعيش وحليلها مدة 3 سنين متوفيه وحليلها الله يرحمها بيكون حفيد متزوج اي سالم متزوج ما شاء الله عنده اولاد وهو بيكد عليهم وسيف ترى يدرس في الخارج وين لا والله زينين زينين شادين عمرهم عليها وشو صار يصرف عليهم سالم شال البيت شال ترى اكبرهم شيء مو في حيلة اخوي انا مسكين على ذاك الدكاكين الصغير وحليل مريض مسكين بعد المهم ماشيين حالهم شيء الله يعطيهم الصحة والعافية قولي كذاك من كذاك انتو باغيني اطلع اشوفكم قاعد تتكلموا عن هالكلام شوفوا انا اقول لكم انتو انا ما بتزوج انا ما بتزوج ماشي ماشي سوالف انتي سمعتي هذا ها بنتي ما سوالف مال الزواج الله يهديش هاي سويفات حريم كبار ما ساهي بنياتي جلسن ما بيننا لا والله ما ساهي كان عن الزواج انا اقول لكم انت ورايي انا ما وافق ولا وافق ابدا وي ماشي كذا مشتطه مو فيش الله يهديش ها كان استعجلة يا اخي اذا تبغى تسكين يلا اذا ما تبغى تسكين مع السلامه خلينا نشوف شغل يا اخي ايش هذه انت مالك يا مالني مو مالني مالني جالس انت جالس انت اعطي اسمك اذا تبغى تسكن اعطي اسمك ايه باخلا ما عرفنا انا من ولد خميس من سالم وعكودار ايه ها ولد خميس من سالم تو انت ما علي ايه هو ما شاء الله عيل كبرت يا ولدي تخيشت كيف حالك وكيف حال ابوك خير ها حي الله ولدي ها مو عندك بوني خير ان شاء الله ها ايش بينك وبين فاضل هذا مصعب الامر فاضل ما خلاني اتكلم ولا اقدر اقول شيء اه تعالي فاضل فاضل يا ولد الحلال هذا حكمة ولدي ايه نعم هاي دين اليمين ومثل ما قلت صحيح هو صعب الامور احيانا لكن تراها على حرصه وامانته على الدكان ايه نعم بارك الله فيك جميعا كيف حال حيانك وعربانك بخير كلهم بخير خير الحمد لله حياك الله على مخلص امانك خار هنا انتر انتر ما انا سار يجيب سمك هي سار سار يجيب سمك هيا بصير دخل سمان الرجال صناديق داخل سير وخلى الحجره خاويه نظيفه سير رابع على حجره تقوق سير يلا احسنت باخلف حياك الله ولدي حياك خلص احنا ما عرفنا قبل شل هذاك شيل اغراضه شيل السلام عليكم شايب خلف وعليكم السلام كيف حالك اهلين حمدان عساك طيب كيف حالك الله يعافيك طيب الحمد لله هين انت هين ما حد يشوفك البر والله هني يا اخذك يا اخوي هني طايح في هالبلاد هاي ما شفناك من كم يوم ايه بس وحدك عاد تعرف هالايام البنيان والشغل واجد عيب الخريده زايد الخريده الحمد لله الحمد لله بوجودك يا خلف يا اخوي بوجودك الحمد لله وهي تبني الحين ما شاء الله هي تبني والله ابني في مطيرح مطيرح اي نعم ومن هناك يبني في مطيرح سميت من بعد لو هنا ناصر بويديه ود بويديه اي نعم وهو ابن سبيت هذاك هل حيلته ما عنده شيء حيده سمعوا ابوي 12 سنه وهو يكد في البحر 12 سنه شوف انت اي من حين ما بيكون له شيء انزين وهيش العلوم في علوم غيرها والله علوم علوم شيء يا يبين لك مفايئه تراني يا خلف مفايئه مفايئه نعم عيل عيل قرب 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 صوبي قرب صوبك ما دعم فيها مفايئات نعم اقول يا يقول لك مبروك ترى الجماعه وافقوا الجماعه ايه هي من الجماعه عفا وانت ما تعرف من الجماعه حد غيرهم يوسف ام يوسف تقصد موضوع الزواج ايه نعم انزين انا جاهز مستعد هيك كذي يا باك لكن عاد لازم اكلم ولدها في الموضوع يوسف ايه يوسف خلي على اخوك حمدان لا 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 لا, لا, لا. ها يوسف انا بكلمه ما ايش تسوي يا حمدان يا اخوي اخاف ياخذ مخاطره ويقول عن مو شايب خلاص ما كلمني حق حق ايه ها ايه نعم ولا مو رايك صدقك صدقك الانسان احسن يروح يتكلم عن اموره صح انت ما بتقصر اعرفك لكن نعم. هاي الموضوع خلي علي انا زين ولا ايش رايك والله رايي زين ايه
إيه؟ هاي زين يا خلف واللي تقول بنته انا مستعد اعرفه عقب عاد انا بسير عنك تو سريح احسن طال عمرك بسير بعد بطوف البيت شويه وخلاص بسير الشغل انزين على راحتك اقول خلف نعم عطنا ابوي قوطيين سويه بسويه اي نعم اي والله احد بعدنا الا هني موجودين ما حد ولا يوم ايش ساعه يوم ماشي شغل مختارهم ويوم يوم شيء طلبات شغل ما حد ترى اقول لك شيء عندك سيلانيه شيء سيلانيه لا والله بعد المركب ما وصل وهذا الباقي الكم اللي ما تبيعه ايوه اربع عربيات اربع عربيات المن غالي ابو غالي اربع غالي قدوك ايه احسنت هاي سيوي امريكاني اسيلهن اسيلهن اي نعم في الحساب اي والله يلا عجب في امان الله حياك الله ابو سير عنك حياك يلا وين جايب العلوم ان شاء الله ما تجي جايب العلوم جايب اللي هذا هاي بيرجع علينا نحن اي نعم فضل ارجع وجهك خلي الادب وين جايب العلوم ايش العلوم اللي جايب لها انت احسن العلوم ما جاي احسن لك لو ما جاي نعم وابي مالك انا شوفك تقمقم مو هناك مو هناك مو فيك مو فيني بعد هذا حمدان يعني هنا وسار مو باغي مو باغي جايبه العلوم مو ذيك العلوم مو ذيك مو من العلوم خلاف يوم بسير البيت بخبرك عنه صبر انت زين ما علي ايه بس ابغى اقول لك شيء ايش انا ما عاجبني مو بعد خير ان شاء الله مو بعد نوبه انت تراك بتضيع علينا النظام اللي هنا مو سويت مو نظام مو سويت مو نظام مو سويت تو الدفتر هذا ما مخلاه يحل كتابه والناس يجيوا هنا يشتروا ولا يجيوا يسكنوا نسجل اساميهم انزين تو كم هذا ابو اسمه علي ماله ليش ما نكتب له اسمه مو الناس بيقولوا قول يا خلهم شي يقولوا هاي نعرفه وابو صديقي وعرفه وعرف ابوه زين نسيت انا اعرفك تعرفه وتعرف ابوه والناس ما بكلهم تعرفهم وتعرف حيايينهم ونكتبهم ونكتب اساميهم وعناوينهم وحدك التقايل ولا انك انت باغي ولا ايش بعد ولا ايش بعد لا اقول باغي من عند قابل لك رشة سمن ولا رشتين عسل وساكت عنه خلي عنك السوالف هذول خلي عنك السوالف هاي هاي انسان صديقي واعتبره مثل ولدي ايه وهاي السوالف ما بسمع منك ولا ثانية فهمتني ايه والله ان شاء الله ايه والله على امرك ما اقول شيء ايه والله عسبك سمع مني تراك انت ولدي اعتبرك وطيب وامين لكنك احيانا تتحدى حدودك ايه يا عمي يا خلف يا عمي انا لو ما حرص على الدكان هذا كان ما بقول وما بتنازع لكن حرص على الدكان كما حرص على نفسي لكن احيانا ما تلزم حدودك احيانا طلع لسانك علي وايد تغلط سمع مني هاي اخر مره اقول لك ها ان شاء الله هذا مره بعقلك هي والله هي والله ايه هاي هاي ومع الباب مرحبا من جاي ابوي عنتور مرحبا ابوي مو قاعد بالصيد زين زين هاته حنا ذاك الليل بعد تشتى ما يكفينا حيوم صبري انت اقول احنا باغين عومه ولا صيمه ماشي شاي لا لكن انا عتب ما تبغيو لا يا ولدي نبغى بعدين بنتي عواش ما تحب السهوة تحب الكنعت هذا ابوي عنتور جايب سهوة وانتي بايا كنعت انزين خليه يجيبه ما على الناس يعني شورش ما نخليه رده انزين ابوي عقب نوخفه يعني ما راجعه ما تراجع اجيبه لا صبري عمو ما حاسبكم وابو حمن الحال جيراننا مالي شغل بيك وتكذب اللي عين بيك وحبيتكم لا والله كذاك باك عجب اقول عجب باكر جيب لنا صيمه ولا سهوة صيمه ولا عومه زين زين بس يا وصل هذا عني خيس زين ابوي يصير قدامك الرحمن يلا سب فمان الله فمان الله ابوي فمان الله قدامك الرحمن عجب كبده من يشغله معها خبروني تبغى اسالك ما مو هناك اسال هذا الحزم هاي ولايه يلا انك ما تتعب من السنه يا فاضول هاي ما ولايه تابع الولايه تابع الولايه
مو فيها. ابغى اسال بس ما ابغى ما ابغى اشوف. بيكون عن ولد خميس بن سالم تبغى تسال. هو المقصود هو. هذا الله يسلمك من سكان حزم، لكن ابوه اصلا من الغشم. وهي النوبه ذي الغشم؟ هي قريبه من الحزم. ايه قريبه من الحزم؟ مو الحزم هذا فيها بحر؟ لا لا هي بعيد عن البحر، فيها بس افلاج واوديه وفيها عين مشهوره تسمى عين كسفه. وهاي العين يا فاضول تغلي تغلي القيض والشتاء. لا اله الا الله. يعني يقدر الواحد يقدر يسبح فيها؟ تبغى يشتوي؟ ما يشتوي اللي يسبح فيها. لا اله الا الله. زين وترى بعد شو بقول لك بعد مشهوره ترى بعد. مو مشهوره؟ حد يقولها هاي في الباطنه وحد يقول في عمان الداخل. لكن هي الاصح ايه؟ في الباطنه. الولايه هذه كبيره؟ كبيره ومشهوره، مشهوره بقلعتها العوده تسمى قلعه الحزم. الحزم ها؟ ما في غير اقلاع؟ لا بس هي حصن وسط السوق. وفي السوق هذاك اللي فيه ثلاث بيبان كبار. وهلاك البيبان في الليل يصكون من كل جهات. ها جبت السمكه؟ جبتها. غالي ولا رخيص السمك؟ اليوم غالي. ومنين جبته؟ صرت عند العبد؟ لا. عند من؟ ابوي صرت عند بابا اسماعيل. وخلاص انا كنت ماشي قبضني وقال تعال وخذ وخذيت انا. خذ. ليش؟ انا ما خليك تصير عند العبد؟ ها؟ مو ودي عنده؟ دهج انت دهج. دهك يا ولد دهك. ما يسمع الكلام. تمام منه فايده بس خلاص. سير قطعها وملحها وعلقها بالسيك ها؟ فهمني؟ ما مثل هذيك اليوم تفهم ايش اقول؟ فاهم. ايش هناك؟ لا واحد يعرف عاد. ها عايشو ذهب شاي؟ ذهب الشاي عن لا تفرق علي. خليك بشاي. حرص شوية حرص. أبا سألك. قولي. بارحة من الساعة كم جاي البيت؟ نص الليل جاي نص الليل. يوم جاي أنت غافية ثاني عينش. أنا ما غافية ولا عندي خبر. أنا سمعتك يوم تضرب الباب مال برا. مو ذا الكذب، مو ذا الكذب. أنا المفتاح في جيبي، لو ما عندي المفتاح كنت بغفي هناك، ما بغفي في غاشي. عجبني بخلاف يوم سيارة أمي، الزام أنت جاي؟ أنا يوم دخلت البيت لا شفت أمي ولا شفتش أنت. جاي أمشي وأنول، على طول صرت وقفت في غاشي. خلي كوبي شاي. لكن أقول لك هي الوالدة بدلوه زي ما بدلوه؟ هي ولد الحلال أنت كما تعرف. إن أمي كل شهر تبدل وزامها. مساكين. ما أدري كيف. مساكين. أبوي صبي. كل يقول اسمع أنت اليوم بعد. بتصير اليوم مغرب وبتجينا باكر صبح حوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبوي تقوم تتحملوني شهرين بس شهرين؟ ما لأبونا. شهرين أبغى منكم بس. وبعدين بتعلم الدراولية وبسوق تريتن. ومن أسوق وأتعلم عاد بس. الوالدة ما تسيب الدختية بتاتا ما تسيب. أبوي يبغالك أنت على أن تتعلم، يبغالك سنين على أن تتعلم. أمي يبغالي سنين. ترى الدولية بسيطة، أتعلمها وينجح. بسيطة؟ ما علمها بسيطة. أتشوفي؟ قرب. أتشوفي؟ إنزين بنشوف. يوقف مو يوقف دوت مو يوقف. دوبه. مو يوقف. ما عود أخبر. مو يوقف مو يوقف. مو يوقف دابا. ما عود أخاف دكتور. هيا أخرى تعال. هيا أخرى تعال. هيا أخرى خير إن شاء الله مو هناك. أنت مو سوي. مو سوي. مو سوي. مو سواك زين يا مكشفة. جاهز تقرم الدنج والعيش؟ يكفيك يضربك خلي. يقرم الدنج والعيش بعد؟ نعم. أنا شو بقوم الدنج والعيش؟ أنت بخام بعد يا أنا بخام؟ ما أسوي فيك ها؟ ما أسوي فيك. يلبك ما أسوي فيك. الله العظيم والله العظيم والله العظيم هذه. إيش ودنا بيتك؟ لا تخلي نفسك على نفس لها. لا تخلي نفسك. ريح نفسك ودير بالك على نفسك. فهذا خليه من مطرش ان عبس بيت ابو يوسف مطرش ان تمطرش ان ما طرشت ها ايش وديناك مو سبب وديناك مو سبب انا سار انا سار العين عقب كيف كيف والله هذا ما ضرب ما ضرب سير بلح ما ضرب سير بيته بسير بيته ما اللي قاصر عاد هاي اللي قاصر منهم مثلا بيت ابو يوسف ما يوديناك زين واذا سار مو فيها مو فيها يا عجب هاي يصير بيته مو يودينا مو يودي حمو يصير قل لي نسيت ترى اذا سار مو فيها ترى هو بس اوه زين تذكرت ترى مو هو ساير حسب اشياء واغراض شال لنا من هنا وبقول لك عن الاغراض مو هي الاغراض هاي قول لي مو هو مو السبب اللي خلاك هناك في البيت فهمتني زين
اسميك انك ما تنفع حال هذه الامور. اوين قال لي تعال بعد يومين. اموت بينا اسوي يا شيخ، اموت بينا اسوي. تبين اقوض الرجال واقوده من رقبته كما شاء واقول له خلع ملكك على ام يوسف؟ مالك مالك تو من قال لك هذا الكلام؟ انت تو انا قلت كذا؟ عقب مو قاعده تقولي من الصبح، مو قاعده تقولي. قولي اقول يا ولد حلال انك تصير تخبر شايب خلف انه يصير يخطبها عن تصير عنا بعد قزاي. والله ما عندي حاجه زين ابوي شايب خلف رجال عود كبير ما صغير عشان اقص عليه انا. والولد ودي يخطبها اليوم قبل باكر علشان اضمن دلالتي. هي اضمن كمان قرش اللي وعدني اياه شايب خلف. ما دام ان يا الله السيجاره قتلتك. انت بس عندك هالشجاره هالشجاره، خليني ادوق شويه. ما تدوق فوقي تريد عني سام منك زحفوده. ما اسير مالك كذا الله يهديك. اقول يوم انك حاسب هذا الحساب عن مواقف الدين قوم دوش كل عن باكر قوم. زين مو عاقلنش مو عاقلنش، انت بتاخذ دلاله ولا انا؟ وابوي يقول يا انا باخذ دلاله. هي مالك مالك الله يهديك. ها ازد انت تاخذها وانا ما اخذها. انا نوبة ابويا حصلها نوبة. قولي مبروك مبروك. لكن كيف كيف قولي لي كيف؟ ابوي ام يوسف قالت لي هي. اذا تم هذا كله هي. بعطيش المريه شايفه ذيك المريه بفوقها هي حجرك تعطيني يا سلام يا سلام يا حمدان. حسبها لعب شيخه. اسميك يا حمدان عندك حرمه عصرنش انت هناك. ها ابو في المرية ها هذا وبي اشتغل هذا ما لعب صغيرين. يا سلام يا سلام يا سلام صرت قصيتها من عندك الحرمه. ها هي موت مو مسود شداشه. وابوي ما اسوي شيء حال عرس اسحبها. ما تشوفني مستعجله عليها قاسه خيطها حال عرس. يا سلام. لكن عاد سمعي شيخو تراني زعلان عليك. انا مو وابوي ما يسخرك اها تزعل. وانت ما تعرفي حال مو زعلان؟ ما رام على زعلك. لا والله ما رام. شيخو انت تخيطي ثياب حال ناس وتخيطي حالك وحدش، وانا اقول لك يا شيخ خيطي لي دشداش حال عيد 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 الحج. يا عيد مالك مستعجل مالك مستعجل حمدان. يا شيخه يا شيخه ما خيطيني مو اسويت ولا. يلا بعدني بعدني لا ما اخيط لك. اسمك انك ما فيك خير. تراك حمدان يقول عنك. يا شواخ يا شواخ مو اقول عنك. ما تهوني علي ما تهوني. ايه والله ما تهوني علي. زين عقب من اقوم سير عنك. سير بوي تخفف قوم سير سير سير. جيب لي العلومه يا دهدي دلاله. ها ما نعم صغير مرية وابا المرية. يا عيني توبة أحبك يا سمر. يا عيني المحاسين الناس خارجين من هنا حمو ما تقفلين. ما باغي شيء 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 بخرب هناك شيء. واحد من الاخوان من بلادنا هو الحين باغي انه يكتب لي خط حال عياني. وانت ما تتعب من كثر ما انت بخطوط حال عيالك ها؟ وبعدين مين بيوديك اياهم؟ تتعب عمرك كذا في البلد؟ كيف في واحد في هذيك الحجره هو بعد يمشي هناك من بلادنا بعض الخط بيودي وياك. من كذاك انت عجب مودر الشغل ومخلي كل شيء طايح مسافر خاله اللي جاي الحين واحد راعي بلاد داق سالفه راعي بلاد داق سالفه معه ها؟ ما داق سالفه سالفه داق سالفه ما داق سالفه. سير زحم لي القدو سير جيب لي هنا. ان شاء الله ان شاء الله ما لي وقف. ان شاء الله ان شاء الله سير ودر الشغل داخل اسلمه مع راعي بلاده وخلي كل شيء لي معقول مجانب والحجار مبطلات بيبانهم. مو ذا اللعبة هذا عندك انت؟ مو هذا الحالة عندكم يا الله؟ دوكم عطي اختك. دوش سير البيت. وهين السكر؟ انا اجيبه، شيل اللي بيدينك والباقي انا اجيبه. سير البيت، امي توبه تجي في البيت ما بتحصل حد هناك بتقوم تتنازع. انزين تنسى ما تجيب سكر ترى الشاهي بقى اسوي شاهي. ابوي ايش سكر ترى ماشي اخبط من تو. هذا منه نص حال شايب حمدان. سلام عليك. السلام عليكم. عليكم السلام بخلف. حي الله عايشه. كيف حالك عايشه؟ خير طيبه؟ خير
ها كيف حالك يوسف؟ زين زين وفوق زين. مو انت مع مالانا وانك زين؟ زين ونص. هيا يلا. اي. فاضل؟ نعم. اعطيهم مو ضاربي مو اخواتكم ولادي مو؟ مو اعطيتهم بس قاصر السكر. سكر؟ ايه. وزن لهم امشي. مو اوزن لهم. ايه. ماشي سكر. كيف هذا باقي منه ونص واعطيت الشايب حمدان. انزل اعطيهم خلي حمدان شي. وابوي؟ خلي حمدان يغيب يعطى عواش وهله ابدع حمدان. وابوي الرجال تاكل عليك بعطيهم السكر؟ ما عليه. يوم بي روح اتساهم معه تعط عواش قبل. هي ابدع عن حمدان وستين الف حمدان. هذه بليجي. اعطيهم دوكم اعطيهم حتى الدكان اعطيهم. تعال يوسف يوسف. تعال اقول لك ودي. جير شوية عد مالان هنا. ها؟ اقول له شايف خلب باغنك ضروري. تو سير هي. هي. خلي. شيل السمان وشيل البيت. زين. قول يا حلمي تو يوسف باقي، راح عند مالان تو بيوقي. زين انت بتبقي. كناج بوصل عند مالان وباقي، وعاد نسيت تقول يا حلمي. زين. عند يلا قوم شيل البيت. يلا فاضول اعطيني ابغى اسير. حلمو العجلة عواش العجلة من الشيطان. ابوي بيصير غسل ثياب بعدين ما مغسل علي انتو. وكيف حالك انت كيف حالك بخير؟ بعيد الشر توك مسلم علي بخلف مو هنا؟ كنا ترى النظر ترى النظر سامحيني عواش سلامة نظر سلامة يلا مع السلامة زين احسن ثمان يلا حياش حياش يوم حبريش حياش الله سمعوا عاد واحد سميه حبريش حبريش ياها حبريش ولا سبيت ده مو يخصك ولا سبات ها ما يخصني شيء عاد صامت لبنت دهر كله وما تحضر الا ببصله خايسه مو يخصك انت انا بتزوج وانا بسمو اولادي وعيالي كلهم مو يخصك انت ما يخصني هي سكت عجب بتفطر لب بصيله موقع ما انتي هنا يا بنتي هنا شوي متسدحه تعبانه اشوفك اليوم جاي من الشغل من وقت مو ناخر يا بنتي اليوم انا اترخص قبل التيم من الشغل وخيفان اباكر الله يسوي لي نفسي تعبانه من ذعوق الظهر ومن طول عن في الراس ومن الزكمه تعبانه نعم انت على الاقل انت خبرت الدخترية قبل لا تجي البيت انت مريضه يا بنتي فيني عصبه في الظهر وانت عارفه ولا الدخترية ما يعرفوا الا لان العصبه يبالها خبانه زين تعالى شوف امسحش انت ما تعرفي تمسحيني بسر عند خالتي الشيخه مسكينه ما بتقصر بتمسحني اقول عواجنا ان ذيك ساعه يوم جيت انت ما لقيت شلهي صرتي ما صرت اجيب شيء اغراض من البيت مخلصات يلا تنعم صرت اجيبهم انا واخوي يلا مسكينه صرتي سوق حبايبي ايوه زين اقول هنا اخوش يوسف اخوي يوسف مطرشنا بقى خلص وين صارين همالات وابوي عقب بس ما جايه واحي عليه اليوم مو انا خير ما يا بنتي باختني يصير معي باكر البلاد مو هناك في بلاد مو مستوي لان اليوم انا جالسه في الدخترية قالت لي وحده خالوش سعيدة قالت خالش تعرفيها في البلاد ايوه قالت لي تقولي يا ام يوسف تو انتم ما يستاخذكم كذاك اخوش هناك مريض في البلاد يحتاج تصيروا تشوفوه انا بالحلال ما عندي خبر يوم قالت لي تو مره جالسه بفكري اقول لازم اصير اشوف يوسف عندك كان شايب خلف وخلي يصير بياي البلاد زين اقول لي شما احتكنا نصير ترى نشوف خالنا مريض بنصير كلنا لكن بصير اخبر شايب خلف عسى بترخص حي اخوش يوسف يكون ما يطرش باكر مكان بيمالان يصيروا يكون يشلو سامان ولا شيء ويبغى يكون اسبوع يخليه مره في رخصه ما يخليه يروح مكان زين خلينا ناسير عنش عاد لا لا يا بنتي تتوج جايه من السوق وما يسوي تصير ولو اني تعبانه بصير وحدي مو اسوي يلا تعبانه شل يلا مو الربشه عندكم مو الربشه هذا هكذا داكم شباب ما ماشي ها شو مسوي فاضل ما قادر شل ما قادرش انا ما قادرش ما قادرش شلون جوليه اجي اشيل عنكم لا بس السلام عليكم الشاب خلف عليكم السلام سيري منا كسيرنا قد كان بعضهم موجود بكان سيري عند بيارا وابوي الشاب خلف انا يوسف ما عرفتني هيا الله ميوسف هيا الله ميوسف كيف حالك الله يحييك شاب خلف سامحيني مسموح ما منك عرفك ما منك ما عرفتش والله انا ما عرفت لا عتب عن نظر كيف حالك شيخ الحمد لله بخير وعافيه كيف حالك بخير ما اقول لك يا شاب خلف تعبانه مشتقيه نعم بعدش انتي ما اخافت عنك الحمه يا الله الحمه والزكمه وعود الراس يا الله يعني تعبانه يا شاب خلف نحبه يكون نحبه والله النحبه مره ليليه مخلتني مره سهرانه وما ارقد يا الله كيف حالك بخير الحمد لله بخير وعافيه ايش حالك انت بخير الحمد لله يسلمك
قبل شويه كان يوسف هني واخته عايشه قبل شويه هنا. هي قالت لي عايشين هيات معك. هي ويوسف، لكن يعني الحين يوسف سطيته ما عارفه وين صار. ما يعني ترى الله يسلمك، انا يعني هني يوسف. وقلت له عاد سير مع مالان شويه، باقي مالان ضروري. وطرشته صوبه، طرشته هي. عن طرشن. بغيتك في كلمتين انا شايب خلف. خير ان شاء الله ميوسف، انا تحت الاماره. احسنت شايب خلف، ما تقصر. ايش ناق؟ باغي اترخص حوالدي يوسف من معك، باغي اشيل البلاد. افا يا ميوسف، نحن بيننا رخص الله يسلمك، معاش رخص. بس انتي طرشي لحتى تغيرون فطوم ولا حد من عيالي، ما احتاج تجيب واحدة تعني. اعرفك ما تقصر، لكن انا قلت واجب، لان يوسف والدي يشتغل معك وعاد تسوي له عفسن ولا شيء يوم ما يجي معك. قلت هي ترخص عارف. لا لا لا، ما نهفشن عليه نحن ولدنا، ما نهفشن عليه. لكن ما قلتي لي كم يوم باغت انه ماشي يومين زمان سارين وجاي. ربي يومين واجد؟ لا 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 نقلل من كاي. لا لا لا، حتى 4 ايام، حتى 5 ما يهمني. عبا ناخذ اسبوع. اي ولا يهمكم، كل واحد بس عقب يوم انت راضي خلاص. لا راضي، لكن اقول مو هناك يدوا تغسلون هم ماشي. الشايب خلف بعيد عنك. اخوي مسكين ميهود عاد له كم يوم وانا ما عندي خبر، ويوم اليوم استخبرت طرشولي. عاد قلت انا واجب اني اوصل، لكن ما مع احد هناك. خاله يوسف. اخوي انا يستوي. عارفه. ومريض؟ ايه مريض مسكين، ايه يسوي؟ عليه مشيك ان شاء الله، ما يشوف شر ان شاء الله. يعني لكن شاء. اقول انت يوم بتسيرون عواشين بتخلونها؟ وابوين بنخليها بعد؟ عشانها بياي؟ صحيح، لا كلامك صحيح. لكن ولو انه لو خليتوها ما بيقصر عليها شيء. لا لا لا، ما بيقصر شيء، انت الشايب خلف ما تقصر، لكنك تعرف ان هي حرمات وما يستوي لها تجلس في البيت وحدها. لا من يعني ماشي اشيلها بياي. صدقش. لا صدقش. رابعني فضيحه كذا تجلس وحدها في البيت. معلوم. لا مع احد، واحسن لها ترابعني الا انا. معلوم. زين مالان بيشلكم بيكم مالان؟ نعم مالان، وقفي مالان ما يقصر. نعم. وصلنا عليكم، وصلنا عليكم. انا عارف انك ما وصلنا. وانا يكون تعطونا لون ولا شيء، يقول معطونا نول ولا شيء. لا اعطي نول، مبوني ما اعطي. يعطينا موتر حالك. معلوم. مبوني ما اعطي، وانا مبوني ما ادور موتر غير موتر. لكن اقول يوم تصير عند اخوش كان قولي لعني. ايش اقول له؟ سلمي عليه، قول له خلف يسلم عليك. وخبريه ان انسان خلف ترى رجال داير هناك. والنعم. وغني. والنعم. معروف ولا معروف؟ رجال باسط. والنعم. قولي له يمكن بعد لا سمح الله يمكن يسوي حيان يوم من الايام. ايه نعم. من ذي الناحيه. قولي له. ان شاء الله. وخبري عني كلام الغاوي عاد وحده. لا يهمك على ذا الموضوع، انت ما يهمك، خلي عليك. عرفك. ما يهمك انت، بس ما تخاف من ذي الناحيه، ما تخاف. انزين. الحين يوسف يوم بيجيكم انا ما بطرش حالكم. انزين احسن شاب خلاص. اني بعطيك. ايه لاني يعني حرصه انا بنمشي بسرعه، انت عارف عسى برد بسرعه. انزين يوم بيجيني انا بعد. ايه. بعطيك كمين غريضات فيها سواقي حال اخوش. انزين احسن. احسنت. انا قلت بيكون بشتري كذا، لكن انت يوم بتفرج. لا لا لا، ولا يهمك ولا يهمك. احسن. احسن. يجيني انا مره بطرش حالكم. ما تقصر. عفوا رخصتك. هيا شرطة. ما توصي شيء ولا شيء. أحسن. حاجة أمارة. بس أحسن. بس السلام الوايد على أخوي. لا يهمك. يبلغ إن شاء الله. إن شاء الله. بس بشوف خاطرك شيء. إذا يا شرطة. عقب اليسار الشاب خلف. هيا شرطة. يلا بماله. إيش هناك؟ بماله. هيا شرطة. هيا. سلامت أخوي، سلامته. وإن شاء الله يا ربي يحضر عرس بنت أخته إن شاء الله. عسى يا ربي. عسى عسى. عارفين انتم يوسف ما من هنا ها؟ وانت متى جيت؟ مو جاب اخيتو؟ انا هنا بالدكان حابل. وين عنتور؟ عنتور داخل. لكن اقول لك ام يوسف من هم الولايه؟ مو باغي لها، باغي تخطبها ولا مو؟ وابوي تو ابوي يسال عن جاره، فيها شيء؟ ما اعرف واحده. انت خباني ولا مو؟ ما اعرف واحده، ما اعرفها، ما اعرفها. ما تعرف انزين؟ انت حر؟ اذا طار منك ما تلوم الا نفسك عاد. من تطول مني من فاضول الشيء ما خبرني مو هناك؟ ما خبرك الا الدليل بالسهرة. اقول لي شغلت بالي مو هناك، ما تطير مني. شيء ما فاضول انا مثل ابوك، هل الله فيي خبرني شيء؟ هذا شرطي، قلت لك تراني اذا ما تخبرني ما خبرك.
شيما خبرني شيما لا تخليني اترياكي. قلت لك هذا شرطي. الله امر لله بقول لك. وصلت؟ وصلت عمي خلف وصلت. مو قاسين تقولوا؟ نقول هذه امور خاصه تهمني مو دخلك انت فيها. ما دخلني شباب. فين مالان بيجي؟ مالان يقول لك تو بيجيك. كذا يوصل البيت ويجي على طول. انزين شوف امه قبل شوي جات هنا تسال عنك وسيلها باخذ منك البيت سيلها. اسيلها؟ ايه ايه. ما عندي رخصه؟ مرخص انك يومين انا مرخص انك. انا بسايع عنكم انا. سير. اما تبغوا شيء ولا شيء فاضول؟ ثمالة ثمالة سير. انا ثمالة احسنتوا. ثمالة. اشوف ابغى اتغير الموضوع. ما اقدر اغيره ما اقدر يا فاضول ما اقدر. اشوفك. المسألة وما فيها ان خالي يوسف مريض في البلاد. وين بلادهم ذي؟ بلادهم شيء؟ ها؟ بعيدة. بعيدة؟ ايه. يعني ما بغى تخبرني؟ ما بخبرك والله ما اعرفها. ما تعرفها؟ انزين انا بسير اخبرهم هناك بسير اسال عنهم البيت وانت عاد ما تلوم الا نفسك. شي ما لا تصير هم اليوم. هما؟ 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 اوه اقول ها ترى الشومه نقلها الشومه. وابوي عمه؟ عمه نوب الله يهديش تراها نزار بعيده ما قريبا نزار وذا اشتلينا تو هبابنا نوصل نص الليل لكن اقول ليش احسن نشتل الصبح. واغشي وانا قاسم زتت بغراضي وساماني ومزهبه بعمري تقوم تكسرني. اي وابوي على بك ذاك الشهر بنتي. هي كذاك الشهر نأجل الشام الى باكر وبكره ان شاء الله هنشتل من الصبح. ها كذاك الشهر كذاك ولا يهمك يوم غايته ايستوي. هذه الولايه الوحيده في عمان مقسومه لقسمين. القسم الاول يسمى يمين والقسم الثاني يسمى شمال. اه خلني اكمل ما كذاك ما كذاك انت فضولي. القسم الاول يسمى يمن والقسم الثاني يسمى نزار. اي نزار مو في هذه الولايه فيها نخيل؟ يا الله فيها نخيل مو تحسع بس كذاك الولايه ما فيها نخيل كل عمان ترى فيها نخيل. زين زين زين. اي فيها اوديه؟ فيها اوديه ابوي فيها اوديه هلكتني واول الاولين يسمونها يسمونها الولاية جرنان. ايه اه اقول ايه جرنان اقول مالها عواش انت مساقط لي عواش مو فيها عواش. مالها عواش مو فيها انت انساق قلتي مالها مو فيها مو فيها انت مو قلت انا ما قلت شيء قلت وانا بتطير عني ومو بتطير عنك هي انت مو فيها هي اجنحة انا جالس لا اضحك عليك اضحك علي انا مو راح تسوي؟ العصا مو تسوي؟ وابي تضحك علي تضحك علي انا مال مزاح مال مزاح مو راح تسوي؟ الدكان يا شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من الولايات تجيكم. شايب خلف شايب خلف يحييكم والفزورة من